السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات قناة تطبيق ازرع سطحك للزراعة المنزلية. النهاردة هنصور الشجرة الجميلة دي اللي اسمها بيقولوا عليها الفرشة، هي بتمتاز باللون الأحمر. طبعا الزهور بتاعتها ديت شبه الفرش، تحس انها فرشة كده ولونها أحمر، بس هنقرب من الشجرة أكتر اتعرف عليها. انا طبعا ما اعرفش اسمها العلمي ايه، ولكن احنا عجبني شكلها فقلت اصورها وتعرفوا عليها مع بعض. لو حد عارف عنها اي معلومات ممكن يسيبها لنا في الكومنتات. دي الزهرة بتاعتها اهيت، عبارة عن زهور. ده عنقود اهو، شوفوا مثلا قد صباع الايد. عنقود زهور، زهور صغيرة اهيت، بتفتح واحدة واحدة. الزهور لسه ما فتحتش لورا دي، ودي الزهور بدأت تفتح اهيت، ودي الزهور فتحت. بيفتح كله بيبقى بالشكل ده، هو شبه الفرشة، شبه الفرشة بالظبط، بس ان هي فرشة اللي هي بينضفوا بيها العفرة والتراب والحاجات دي. جميلة، منظرها جميل، وفي لون اصفر جوه اهوت صغير، حاجة نقط صغيرة ده هي دي عبارة عن الأجزاء بتاعت الزهرة من جوه، تقريبا حبوب لقاح أو حاجة زي كده يعني. يعني أنا لما بعدي صباعي تعدية بسيطة كده يجمع إيه من اللون الأصفر اللي موجود جوه الزهرة، تقريبا دي حبوب لقاح. فسبحان الله يعني المنظر بتاعها تحفة. الزهرة هي وهي لسه بتبدأ تفتح، يعني تحس إنها بتطلع خيوط قطيف. أدي عنقود صغير اهوت. الشجرة دي بتكبر بتبقى من الأشجار اللي هي شجر كبير، يعني ما هوش بذوع صغيرة، شجر خشب كبير كبير. يعني هي ارتفاعها مثلا هنا مش أقل من 3 متر، واللون الأحمر بيغلب عليها. يعني هي طبعا في الصورة في الفيديو ما هياش زي الحقيقة، يعني في واحدة برضو تانية هناك اهي الصغيرة دي، هوريكم واحدة تانية إن شاء الله. اللون الأحمر غالب عليها بشكل كبير من بعيد اهيت، حاجة في منتهى الجمال. اللون الأحمر غالب عليها بشكل كبير خالص، ونشوف العصافير فوق، هي طبعا مش باينة هنا، تقريبا بتاكل حاجة من الزهور. فممكن العصافير دي سبحان الله بتنقل حبوب اللقاح، يعني العصافير بتكون بتاكل حاجة من الزهور دي، وبتكون طريقة طبيعية لنقل حبوب اللقاح. طب هوقف الفيديو واروح عند الشجرة اللي هي اللون الأحمر غالب عليها ونبص عليها سوا. الشجرة التانية اهيت، هنا اللون الأحمر، تحس إن هي أصلا ورقها أحمر. هو طبعا ده مش ورق في الحقيقة، ده زهور زي ما شفنا مع بعض، بس حاجة في منتهى الجمال. حبيت طبعا أشارككم منظر الشجر الجميل ده هوت، لأن هي بصراحة طبعا بدأت تظهر من أول الربيع، فأنا قلت أسيبها لما اللون بتاعها يحمر ويبقى كتير زهور كتير، وأصورها ليكم تشوفوا منظرها الجميل. وشكرا لكم.